السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر ان القناة المصرية تشتغل بالذكاء الاصطناعي، يعني في عدد من المذيعات هيبقى موجودين هم اللي هيقدموا النشرة. المذيعات دول كلهم بالذكاء الاصطناعي بحيث ان هم يقدروا يحللوا البيانات ويحولوا بعد كده البيانات دي لصوت والشكل يتحرك معاهم. تعالى نشوف كده امثلة. مرحبا بكم، أنا حسناء، مذيعة جديدة ضمن فريق عمل قناة الشرق. سأخوض معكم السلام عليكم، أنا حكيمة، طبيبة افتراضية أعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا دي هتبقى فيها ميزة لو هيكلموا في حاجة في السياسة بالذات، يعني ما فيش ملاحقات عليهم، ما فيش أي مشاكل. دي قناة الشرق، مش عارف هي تابعة لأيمن النور ولا لأ، بس هو اللي كان حاطط البوست دوت، فده خبر كويس. لكن الخبر اللي احنا لازم، ما وراء الخبر، ان ده يقعد ناس كتير في البيت، يعني مذيعين كتير مش هيلاقوا شغل او هيتم الضغط عليهم ان ليك بديل كمبيوتر، فيقللوا المرتبات للناس وحاجات زي كده. فربنا ييسر خير ده. بس كده خبر كان احلال الذكاء الاصطناعي في صناعة الميديا وفي حاجات كتير جدا، فلازم نبدأ احنا نسبق بخطوة أو نفهم الفترة اللي جاية إيه اللي موجود.